سندويشة الساج يعتبر خبز الساج من أنواع الخبز التقليدية في العالم العربي، وهو يتميز بطعمه اللذيذ المختلف عن باقي أنواع الخبز، وبقوامه الرقيق جدا. ويعود خبز الساج مكونا أساسيا في تحضير العديد من الأطعمة، ومن أشهرها المنسف والسندويشات بأنواعها المختلفة. وسنتعرف في هذا المقال إلى طريقة عمل سندويشات الساج باللحم وسندويشات الساج بالفلافل. سندويشات الساج باللحم المكونات: الخبز 4 كؤوس من الدقيق، ملعقة صغيرة من البيكنغ باودر، ملعقة كبيرة من الخميرة، ملعقتان كبيرتان من السكر، رشة من الملح، بهارات الشاورما، حبتان من الهالي، 4 حبات من المستكة، 3 حبوب من كبش القرنفل، نصف حبة من جوزة الطيب، 5 حبات من الفلفل الأسود، عود من القرفة. الشاورما: كيلوغرام من اللحم المقطع إلى شرائحين، حبة من البصل مقطعة إلى شرائحين، 5 فصوص من الثوم مهروس، ملعقة كبيرة من بهار الشاورما، نصف كأس من الخل، 3/4 كأس من الزيت النباتي، قشر ليمون حامض وقشر برتقال، الصلصات: 4 ملاعق من الطحينة، فصائن من الثوم مهروسان، عصير حبة من الليمون، ما حسب الحاجة. طريقة التحضير: نحضر الخبز فنخلط كلا من الدقيق والبيكنغ باودر والخميرة والسكر والملح في وعاء، نسكب الزيت والماء ونعجن المكونات إلى أن تتشكل لدينا عجينة متماسكة، نغطي العجينة ونتركها جانبا إلى أن تخمر، نقطع العجينة إلى 12 دائرة متساوية، ثم نفرد كل دائرة على سطح صلب مرشوش بالدقيق، نسخن الساج ثم نضع عليه العجينة ونتركه إلى أن يتغير لونه. نحضر بهار الشاورما فنضع كل من الهال والمستكة وكبش القرنفل وجوزة الطيب والفلفل الأسود والقرفة في الخلاط الكهربائي، ثم نطحن المكونات جيدا. نحضر الشاورما فنتبل اللحم بملعقة كبيرة من البهار والبصل والثوم وزيت والخل وقشر الليمون وقشر البرتقال، نحرك المكونات ثم نغطي الوعاء وندخله إلى الثلاجة طيلة الليل. نضع الشاورما في صينية ثم ندخلها إلى الفرن على حرارة متوسطة مع التحريك بين الحين والآخر إلى أن ينضج اللحم. نحضر الصلصات فنخفق الطحينة مع قليل من الماء إلى أن يصبح قوامه كزبادي، نضيف كلا من الثوم وعصير الليمون ونحرك جيدا. نحاشي خبز الساج بالشاورما والصلصات ثم نقدمها. سندويشات الساج بالفلافل: المكونات رغيف من خبز الساج،
ثلاث حبات من الفلافل، ملعقة كبيرة من الطحينة، نصف حبة من الطماطم مقطعة، نصف حبة من الخيار مقطعة، نصف حبة من البطاطا مقلية سابقا، ملعقة صغيرة من الشطة. طريقة التحضير: ضع كلا من الفلافل والخيار والطماطم والبطاطا المقلية والطحينية والشطة بداخل خبز الصاج، ثم نلفه ونقدمه. فيديو طريقة عمل سندويتشات الصاج: للصرف على طريقة تحضير سندويتشات الصاج شاهد الفيديو.